خلينا ننتبهوا اللاعبين المحليين، لانه انا دائما اؤمن بانه كاين اللاعبين كيستحقوا يكونوا في اللائحه ديال 23. ما كنقولش انه اوتوماتيكيا اللاعب المحلي يكون، وما كنقولش اوتوماتيكيا انه اللاعب اللي مكون في اوروبا خصو يكون في المنتخب. ليس كل لاعب تكون في اوروبا يستحق المنتخب. صحيح. فيمكن انه ولات عندنا احكام جاهزه، ولا عندنا واحد الفكر جاهز بانه اي لاعب تكون في اوروبا فهو صالح للمنتخب الاول. هذا غير صحيح وبانت من خلال التجربه. وليس كل لاعب محلي لا يليق انه او لا يستحق انه يلعب في المنتخب. فكنظن على الاقل في لائحه 23 خص يكون واحد 4 ولا 5 لاعبين ويقدروا يكونوا مؤثرين، ويمكن انه الشان ولو انه كاين اختلاف حول قيمته او يمكن انه مستوى، ولكن راه واجهنا منتخبات التي تشبهنا في افريقيا، منتخبات يمكن نقيسوا بها، ومنتخبات ممكن نبنيوا عليها سياستنا الكرويه في المستقبل.